ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اعترفت وسائل إعلام تابعة للجبهات الانفصالية بمقتل 6 عناصر من ميليشيات البوليساريو بعد استهدافهم من طرف القوات المسلحة الملكية شرق الجدار الأمني في رد على استفزازات البوليساريو. وأوضحت ذات المصادر نقلا عن قيادات بالجبهة الوهمية أن الرد العسكري الأخير للقوات الملكية استهدف التأداه البندير قائد درك الجبهة وأردته قتيلا، ليرتفع بذلك عدد قتلى ميليشيات البوليساريو إلى 6 عناصر منذ إعلانها خرق اتفاق وقف إطلاق النار جنوب المملكة. في نفس السياق أكدت المصادر أن زعيم البوليساريو إبراهيم غالي نجا من القصف الذي تعرضت له وحدة من البوليساريو في منطقة قديم الشحمة بعد أن كانت في طريقها لاستفزاز القوات المسلحة بالجدار الحدودي. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.